السلام عليكم. اليوم حبيت نعطيكم نبذة تاريخية عن منارة المنصورة، موجودة في بلدية المنصورة بالقرب من مدينة نبسان. وهذه المنارة الرائعة اللي تعتبر منارة للعلم والعلماء في وقتها، وكانت في وقتها يعني في ابتداء من القرن الثالث عشر، اللي تبنت في عهد يعني السلاطين الزيانيين. كانت تعتبر أكبر منارة أو أعلى منارة في العالم الإسلامي آنذاك، وتبقى شاهدة عن عبقرية التلمسانيين يعني في وقتها. وكذلك بنيت في هضبة ومحيطة مزارع نتاع الفواكه، وكذلك كانت ملحقة بقلعة، وبضع سكان سكنات كانت محيطة بها، بنيت مع المنارة هذه اللي كانت في الحقيقة تابعة لمسجد المنصورة آنذاك، وهي الآن معلم من معالم السياحية لمدينة تلمسان. نترككم مع بقية الفيديو. السلام عليكم.